بسم الله الرحمن الرحيم. يقول السائل الكريم: يدعي بعضهم أن المراجع يخالفون نص الروايات التي تصرح بوجوب أو استحباب الشهادة الثالثة. المراجع وجدوا رواية تصرح بأن الشهادة الثالثة إما مستحبة أو واجبة، لكنهم خالفوا ذلك. فعن الإمام الرضا عليه السلام: قل في تشهدك: أشهد أنك نعم الرب، وأن محمدا نعم الرسول، وأن عليا نعم المولى. لكن المراجع يعادون أهل البيت عليهم السلام، فحذفوا الشهادة الثالثة من التشهد. حاصل هذه الدعوة أن المراجع على الله مقامهم وجدوا رواية صريحة في أن الشهادة الثالثة في الصلاة إما مستحبة أو واجبة، إما مستحبة أو واجبة، بالتالي هي لا تبطل الصلاة، لا تبطل الصلاة. لكنهم مع أنهم وجدوا هذه الرواية إلا أنهم حذفوا الشهادة الثالثة من التشهد. التشهد الأوساط ماذا؟ إذا جئت بالشهادة فيه بالشهادة الثالثة فيه فصلاتك باطل على وفق رأي بعض ماذا العلماء على الله مقامهم. التشهد الأخير نفس الكلام، الرواية تقول لك ائتي بالشهادة الثالثة في التشهد، والمرجع يأتي ويقول لك ماذا؟ لا تأتي بالشهادة الثالثة. جيد، لماذا المراجع هكذا قالوا؟ العلة في أن مراجع الشيعة يعادون أئمة الشيعة. شوف، هي بس هذه الدعوة هي بحد ذاتها هي سخيفة. مراجع الشيعة يعادون ماذا؟ أئمة الشيعة، ولهذا هم عندهم مشكلة مع الشهادة الثالثة فحذفوها. على كل حال، هذه هي الدعوة التي يروج لها كثيرا الآن. الجواب: أولا، مجرد ورود رواية في كتابين لا يعني أننا لابد أن نلتزم بها. لماذا؟ لأن الرواية بحد ذاتها ليست حجة، ليس كل رواية حجة على الناس، على المكلفين. لا يجوز للفقيه أن يستنبط من أي رواية كانت، وإنما لابد أن يثبت أن هذه الرواية حج أولا، ثم ماذا؟ ثم يستنبط منها. أما أنه هكذا مجرد رواية وردت في كتاب وأنا أخذ بها وأفتي على وفقها، هذا ليس منهجا علميا وليس مبرئا للذمة مع الله تبارك وتعالى. أي رواية لابد أن يثبت أولا أنها قد صدرت عن أهل البيت عليهم السلام، ثم بعد ذلك ماذا؟ نأتي ونقول ماذا نستدل ونستنبط من هذه الرواية فتوى من الفتاوى ماذا الفقهية. أما أنه مجرد رواية وردت ونبني على أنها ماذا؟ على أنها حجة، هذا ليس صحيحا، وإلا لم يبقى حجر على حجر، لا يبقى حجر على حجر، لا يبقى لنا فقه، لا يبقى لنا أصول عقائد، لا تبقى لنا ماذا مسائل أخلاقية، إذا بنينا على أن كل رواية ترد علينا هي حجة ونلتزم بها، لا يبقى لنا ماذا فقه، لأنه روايات كثيرة متعارضة، بعضها مكذوب، بعضها مدلس، بعضها ضعيف، ما إلى ذلك. فنحن لا نلتزم، وليس أصلا من العقل وليس من منهج أهل البيت عليهم السلام أن نلتزم بأي رواية ماذا تردنا عن أهل البيت عليهم السلام. وهذا ما أوضحته بشكل شيء من التفصيل في أحدى حلقات أجوبة شبهات الاجتهاد والتقليد، عندما تحدثنا عن قضية علم الرجال بينت كيف أن أهل البيت عليهم السلام لم يقولوا لنا أن كل رواية حجة، بل هناك ضوابط جعلوها لنرجع إليها، إذا توفرت هذه الضوابط في الرواية عند ذلك تكون الرواية حجة. هذا كقاعدة كلية إذا طبقناها ها هنا، إذا طبقناها على محل كلامنا. هذه الرواية المذكورة هي قد جاءت في كتاب ينسب إلى الإمام الرضا عليه السلام، كتاب يقال إنه قد كتبه الإمام الرضا عليه السلام، وهو كتاب مختلف فيه. بعضهم يقول إنه للشيخ الصدوق قدس الله نفسه، والد الشيخ الصدوق المعروف يعني، وبعضهم يقول إنه للشلمغاني، هذا الذي ورد اللعن فيه على لسان الإمام المهدي عجل الله فرجه، الشلمغاني المنحرف المعروف. فكتاب لا يعلم لمن، أو على الأقل أنتم لم تحققوا هذا الكتاب لمن، لم تثبتوا حجيته، فكيف يمكن أن ماذا أن
تستدلوا به ولو أثبتتم أنتم حجيته. إذا فرضنا أنه أنتم بينكم وبين الله تعالى قد وجدتم دليلا اطمئننتم، قطعتم بأن هذا الكتاب هو للإمام الرضا عليه السلام، فلماذا تحتمون هذا الكتاب وتجعلونه حجة على غيركم على العلماء؟ إذا كانت المسألة علمية وهو بحث علمي وأنه أنا وجدت أن هذا الكتاب ماذا؟ للإمام الرضا عليه السلام، أنا بحسب تتبعي نفرض أنه اطمئننت أن هذا الكتاب للإمام الرضا عليه السلام، لماذا أنت عندما تصل إلى هذه النتيجة وهي أن الكتاب للإمام عليه السلام تفرض النتيجة على الآخرين، تفرض النتيجة على المرجع؟ أنت بالنتيجة إذا فرضنا أنه حققت هذه المسألة فهذا رأيك إذا كنت من العلماء، إذا كنت فعلا من العلماء المجتهدين، وإلا هم هؤلاء من الحقيقة هم جهلة، هكذا دعوة فقط، دعوة فارغة وانتهت القضية. فإذا فرضنا أنك عالم فرضا فهذا رأيك، لماذا تجعل رأيك ماذا على الآخرين، تفرضه على الآخرين، تفرضه على المرجع، وأن كل من خالف رأيك فهو ماذا؟ فهو يعادي أهل البيت عليهم السلام. هذا أولا. ثانيا أن نفس هذه الرواية تصرح بعدم استحباب فضلا عن وجوب الشهادة الثالثة، بل الرواية تنهى عن أن نأتي بالشهادة الثالثة. إذا وقفنا مع ألفاظها تقول لك اسكت إلى هذا الحد، لا تأتي بالشهادة بشيء آخر، لا تأتي بشيء آخر، حتى الشهادة الثالثة قالت لك لا تأتي بشيء آخر. لكن هؤلاء ينقلون نصا من الرواية ويتركون ما قبله. الآن أنا أقرأ ما نقلوا ثم أرجع إلى الأسطر السابقة. هم هكذا نقلوا: أشهد أنك نعم الرب، وأن محمد نعم الرسول، وأن علي نعم المولى. هذا الذي ينقلونه، ولا ينقلون ما قبله بأسطر قليلة. أرجع إلى ما قبله، هكذا جاء في الرواية: فإذا تشهدت في الثانية فقل بسم الله وبالله والحمد لله والأسماء الحسنى كلها لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة، ولا تزيد على ذلك. أنتم تقولون أن هذا الكلام للإمام الرضا عليه السلام، جيد. الآن الإمام يقول لك لا تزيد على ذلك، نذيرا بين يدي الساعة، نقطة، انتهى. تقول هذا لا تزيد على ذلك، لماذا لا تقرؤون هذه العبارة للناس؟ لماذا تدلسون على الناس؟ هسه إذا كنتم تعلمون بهذه العبارة ولم تنقلوها للناس فهذا تدليس بالحقيقة، هذا كذب على الناس وضحك على الناس. وإذا كنتم لا تعلمون بها فهذه كارثة أكبر، أنه كيف أنتم تفتون بفتوى على مقطع من الرواية ولا تعلمون بما قبل هذا المقطع بأسطر قليلة؟ هذا ليس هناك فارق كبير بين هذه العبارة والعبارة التي ينقلونها. فإذا بنيتم على أن المراجع الذين يحذفون على تعبيركم الشهادة الثالثة وكأنما الشهادة الثالثة هي جاءت من السماء والعلماء ماذا حذفوها، جيد، إذا كنتم تنون على هذا، الآن الإمام الرضا عليه السلام حسب قولكم بهذه الرواية التي هي حجة حسب قولكم في هذا الكتاب الذي هو حجة حسب قولكم يقول ولا تزيد على ذلك، هل تلتزمون أن الإمام الرضا عليه السلام يعادي أهل البيت عليهم السلام؟ ما هذه تلتزمون؟ أنه الإمام الرضا عليه السلام قد حذف الشهادة الثالثة من التشهد صريحان، يقول لك لا تزيد على ذلك، لا تزيد يعني لا تأتي بالشهادة الثالثة، هذا مو عند الكلام، لا تزيد على ذلك يعني شنو؟ يعني لا تزيد أكثر من هذا المقدار الذي قلته لك أبدا. زين، الزائد ينطبق على الشهادة الثالثة، هل تلتزمون بأن الإمام الرضا عليه السلام ماذا؟ قد حذف الشهادة الثالثة متعمدين ويعادي أهل البيت عليهم السلام؟ فنفس هذه الرواية هي على خلاف مدعاكم، لكن أنتم تأتون ببعض منها وتتركون البعض الآخر. لماذا؟ لأنه كما قلنا سابقا أن هؤلاء يكتبون الدعوة من البداية ويفرضونها حقا، الشهادة الثالثة واجبة، هذا يكتبونه ثم يحاولون أن يبحثوا عما يسند مدعاهم ويتركوا كل ما ماذا؟ كل ما يخالف مدعاهم. فحاصل الجواب أن هذه الرواية ماذا؟ لم تثبت حجيتها، ولو ثبتت حجيتها فهي على خلاف مدعاكم لأنها تصرح
بأنه ماذا؟ بأنه لا تأتي بالشهادة الثالثة، لا تزد ولا تزيد على ذلك. نصيحتي أنا الصغير، أنا خادمكم. الشباب العزيز، أنت الآن في بالنتيجة في مرحلة اندفاع، وتأخذك بعض الكلمات كذا، بعض العواطف. لا تتعامل مع الدين بالعواطف، لا تتعامل مع الدين على أنه عاطفة، وأنه أنا أحب أهل البيت عليهم السلام، أحب الإمام علي عليه السلام، وكل دعوة تراها تناغم عواطفك تجري وراءها. هذا ليس صحيحا. أنت تثبت، هذا دين الله تعالى، دين الله لا يصاب بالعقول، فضلا عن أنه يصاب ماذا؟ يصاب بالعواطف. المسألة ليست عاطفية، المسألة أن الله تعالى كلفني بصلاتين، وأنا لابد أن ألتزم بما كلفني الله تعالى به. هسه قال لي ائت بذكر أمير المؤمنين عليه السلام، ائت بالشهادة الثالثة، قال لي لا تأتي بالشهادة الثالثة، قال لي لا تأتي بالشهادة الثانية، قال لي لا تأتي بالشهادة أصلا، لا أشهد أن لا إله إلا الله، لا أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله، قال لي لا تأتي بشيء، كما في الصوم مثلا، لم يوجب علينا شيئا في الصوم من هذه الأمور. فهي قضية تعبد لا قضية عواطف. فلا تندفع أولا وراء عواطفك، ولا تندفع ثانيا وراء كل دعوة تراها. تثبت. انظر الآن مدى التدليس. أنت يعني المفروض الإنسان أن يحترم بنتيجة عقله، أنه أنا هؤلاء يخدعونني إلى هذه الدرجة، إلى درجة أنه يحذفون كلمات من أسطر بسيطة لا يقرؤونها لي، ويأتون ويقولون أنه المراجع يعادون أهل البيت عليهم السلام، وكل من حذف شهادة ثالثة فهو بريء من أهل البيت عليهم السلام، وهذا ماذا أهل البيت عليهم السلام يوجبون الشهادة الثالثة، وأنها كذا. هذه الخديعة كلها لي بالحقيقة تقتضي أنه أنا أتثبت. أنا كشاب مؤمن، عندي عاقل، عندي واعي، لابد أن لا أجري وراء كل دعوة، حتى لو قرأها ماذا؟ من كتاب. أتثبت، أتأكد. الآن ولله الحمد عندنا طرق يسيرة للتأكد من الروايات. اذهب، أقصد من التأكد من وجود الرواية، لا أقول من صحتها، صحته هذا أمر تخصصي، لكن على الأقل أنه أنا أنظر، أذهب إلى نفس الكتاب الذي قالوا لي إنها الرواية موجودة فيه، أذهب وأبحث. أنا وجدت بعض الكلمات التي ذكروها، بعضها ذكروا كلمات ونسبوها إلى بعض الأعلام، بحثت عنها ببحث كثير، لم أجدها، لم أجد لها وجودا أصلا، لكنها تنشر وتنقل إلى الناس أنه العالم الفلاني يقول مثلا بوجوب الشهادة الثالثة، فلان استدل بكذا، فلان استدل بكذا. عندما تذهب لا تجد لها وجودا أصلا. فأنا لابد أن أحترم عقلي، أنه لا ينبغي لي أن أجري وراء عواطفي، وأن أجري وراء كل شخص يدعي دعوة بلا دليل. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.